اكيد كلكم حضراتكم بتتابعوه في برنامج عائلتي في قناة اغابي، واحنا بنشكر محبته ان هو دايما فاكرنا بمحبته ودايما بيمتعنا بكلماته الحلوة. واسيبكم تستمتعوا مع دكتور مجدي. باسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد امين. احنا عنوان موضوعنا النهارده العائله كما ارادها الله، او العائله في فكر الله. احلى حاجه في حياتك ان ربنا انعم عليك بالعيله اللي انت قاعد فيها النهارده. أجمل ما في عمرك أن ربنا عمل لك إنسان زيك، يقول أصنع له معينا إيه؟ نظيره. أجمل حاجة في حياتك أن ربنا اداك ولاد تعيش معاهم حياتك مرتين، بتكرر فيهم تاريخ حياتك، يعني من حقك تعيش تاني. احنا زي ما انتوا عارفين بنعيش 3 مرات، مرة على الأرض عمرك، وتعيش تاني مع أولادك. تصور أنك بتعيش تاني معهم، بتعيش كل مراحل حياتك تاني، بتشوف نفسك وانت صغير، ما عداش واحد عليك قالك يا ده نسخة منك، وتلاقي نفسك لو بتديله وقت حلو وبتقعد معاه تلاقي نفسك عمال تلعب معاه وتفرح بيه وتقول سبحان الله ما عشتش طفولتي بعيشها دلوقتي، يا كان نفسي ألعب زمان. وأحيانا ننزل نشتري لعب لأولادنا، بنشتري لهم لعب؟ لا، احنا بنشتري لعب لمين؟ غالبا لنفسنا احنا. يقول لك يا بابا عاوز مسدس، اقول له سيبك من المسدس، هات سلم وتعبان، اشمعنى؟ او هات طاوله، او هات شطرنج، اصل انت عاوز تعمل ايه؟ تلعب معاه. هو انت مش لا ده، بس انت عاوز اللعبه اللي تعجبك انت. بتعيل تاني، يعني لا مؤاخذه، يعني بتنزل تاني المستوى، عاوز تلعب تاني وانت صغير. وبعدين بتعيش المره الثالثه والاخيره فين؟ السما. فربنا اداك نعمه تعيش كمان مره مع اولادك، فبتعيش 3 مرات. وربنا اداك انسانه تعيش معاها مشاعر، انسانه خاصه جدا، حب خاص جدا. فالعيله هي منطقه الامتاع المشترك الخاص، وجوه دايره الحب اتنين بيقربوا من بعض فيحبوا ويتحبوا ويحسوا ببعض ويتفاعلوا ببعض. اصنع له معينا نظيره، لقيت واحدة زيك، لقيتي واحد زيك. وربنا جمعنا على بعض، جابك من الشرق وجابك من الغرب وحطكوا قدام بعض. وكان آدم زعلان وصعبان عليه ويقول أما لنفسه فلم يجد مؤصله. عم ربنا بيقول له سمي الحيوانات يا آدم، فقعد يسمي في الحيوانات، وكل حيوان ذكر وإيه؟ وأنثى. وبعدين هو عمال يسمي في الحيوانات ذكر وانثى ذكر وانثى، بيتلفت لروحه قال الله ده انا ذكر ومفيش ايه ومفيش انثى. طب يا رب، وسكت ما قالش حاجه خالص ولا فتح بقه. وبعدين ربنا يحس بمشاعر ادم، ولا ادم طلعها من بقه، يعلم الله ما طلعت، ما طلعهاش ابدا. كل اللي حصل انه بص يمين شمال، عارف زي بالظبط لما تكون مثلا انت ومراتك قريبين قوي من بعض، وبعدين وانتوا بتتكلموا تقول لها في حاجه مضايقاك النهارده، حاسس بيها قوي او حاسه بيه قوي، انه تشوفيه في مره او تشوفي ابنك راجع من المدرسه مثلا مش هو وشه متغير، في حد زعلك النهارده؟ طب ما هو ما قالش لكن انت حسيتي بيه. هو اللي حصل كده، ربنا بيبص لادم لقى وشه متغير، فبص لادم وقال ليس حسنا ان يوجد ادم وحده أصنع له معينا نظير. مع أن الكتاب في سفر التكوين الإصحاح الأول قال وراء الله كل ما عمله فإذا هو إيه؟ حسن. ومع ذلك ربنا يبص لآدم ويقول ليس حسن، يعني مستعد أغير النظام عشان آدم، أعمل له واحدة زيه. طب تجيبها منين؟ قال هطلعها منه من جواه، عشان لما تطلع من جواه وترجع له يردوا على بعض، تبقى حتة منه، فيتقابلوا مع بعض في أدق تفاصيل حياتهم. العيلة متعة، ولكن زي ما انتم عارفين هناك عدو يتربص بكل عائلة. العدو ده ظهر امتى؟ ظهر في اول سفر التكوين الاصحاح الثالث والعدد الاول. يقول كده كانت الحية احيل
أول ما آدم بص لحواء وقال هذه الآن عظم من عظمي لحم من لحمي، من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، على طول طلعت مين؟ الحية. الشيطان ما يستحملش عيلة في هنا، ما يستحملهاش، وهو بيضرب في مقتل، لأنه ساعة لما العيلة بتتكسر يحصل إيه؟ كل الدنيا تقع. لو الرجل ومراته اختلفوا كل حاجة تتلخبط، الولاد يتلخبطوا، والشغل يتلخبط، والأكل ملوش طعم، وسوق العربية وأنا سرحان، وأعمل حادثة وأنا مروح بعد الشر يعني، وما نمش كويس بالليل، والضغط يعلى، والمرارة تنقح، والمصران يقرط، وأبقى باكل من غير شهية، ولاقي بسرح، إيه اللي حصل؟ هو عارف، هو بدل ما يضرب كل ده، يعني بدل ما يضربك في القولون والمصران والضغط والسكر، وبدل ما يضربك في الشغل، هو يعمل إيه؟ يلخبط اللي بينك وبين مراتك. عشان كده احنا النهاردة عاوزين نتكلم عن العيلة في خطة الله، وهتكلم عنها في 3 نقط لو ربنا أراد وكان عندنا وقت. النقطة الأولى العائلة وحضور الله، النقطة الثانية العائلة والطاعة والخضوع، النقطة الثالثة العائلة والمهابة والاحترام. 3 حاجات ربنا خطط ليهم في العيلة. النقطة الأولى العائلة وحضور الله. عيلة من غير ربنا عبارة عن مبنى بدون أساس، إن لم يبني الرب البيت باطل يتعب البناون، بيت يقع، مبني على الرمل، تيجي الريح والهواء يخلص خلاص. واللي حصل يا جماعة في العيلة الأولى، أول ما حدث في العيلة الأولى، أول حرب جت على العيلة الأولى في أيام آدم، إن دخل الشيطان عمل إيه؟ فرق ما بين حواء وما بين آدم، وما بين آدم وما بين حواء، وما بينهم هما الاتنين وربنا. عمل إيه؟ بصوا، شككهم في الكلمة، وبعدهم عن بعض، وقوم نفسهم على بعض. عمل إيه بالترتيب كده؟ أول حاجة خد حواء على جنب، خد بالك من اللي بيحصل. هو الشيطان ما عملش حوار بين حواء وآدم، هو عمل حوار بقى فين آدم؟ الله أعلم، كان نايم بيقيل، بيروي الزرع، بيحرس الجنة، معرفش. لكن ساعة لما الحية اتكلمت، اتكلمت مع مين؟ مع حواء. دخل في سفر التكوين في الإصحاح الأول حوار بين الشيطان وبين حواء، أحقا قال لكما الله لا تأكلا من هذه الشجرة؟ فقالت المرأة للحية. الله، ده كان حوار بين مين ومين؟ ها، طب وآدم؟ بص اللي حصل بقى، يفرق الراجل عن مراته، ويفرق الاتنين عن ربنا. فين ربنا في الموضوع؟ مفيش. يعني احنا تعلمنا في سفر التكوين اصحاح 2 ان الله موجود في كل حركات العيلة. لما تقرأ سفر التكوين 2 تبص تلاقيه، اسمع، اخذ الرب الاله ادم وضعه في جنة عدن، اوصى الرب الاله ادم، قال الرب الاله ليس جيدا ان يكون ادم وحده، جبل الرب الاله من الارض كل حيوانات البريه. كل شويه ايه؟ جبل الرب، قال الرب، ربنا بيتكلم مش كده؟ وبعدين يقول كده ايه في عدد 21، اوقع الرب الاله سباتا، بنى الرب الاله الضلع. مين اللي بيشتغل؟ ربنا. خش في تكوين 3 مفيش ربنا خالص، من اول الاصحاح. فين؟ لما الدنيا اتبهدلت وحوكلت ووكلت جوزها، يقول كده الكتاب، وسمع صوت الرب الاله ماشيا في الجنه عند هبوب ريح النار. طب ما ربنا كان موجود. اصل اللي حصل ان الشيطان عمل ايه؟ سرسبهم بعيد عن ربنا. تعالى يا حواء اتكلم معاك. عشان كده اول حاجه في العيله تدمرها غياب ربنا، واول حاجه تبنيها حضور الله. يا ريتك يا حواء، يا ريتك يا حواء كنت عملت ايه؟ ها، ساعة لما ربنا، بس خلاص الفاز جت في الراس. ايه اللي حصل؟ لما كان الشيطان يجي لك يقول لك احقا، تقول له بعد اذنك لحظة واحدة، تروح فين؟ لا قبل ادم، تروح لربنا، يا رب في حد بيناقشني بس ممكن تيجي ترد عليه؟ كان عمل ايه الشيطان؟ هرب، ما يقدرش يقعد.
لكن المشكلة انه لضمها خدها بعيد في ركن. عشان كده مرة في قصة ظريفة في مدارس الأحد بتقول ايه؟ قصة بنقولها للولاد في مدارس الأحد. لما كنت بدي في مدارس الأحد كنا نحكي لهم القصة دي، أقولها لكم بالنحوي وبعدين أقولها لكم بالبلدي. قرع الشيطان باب قلبي فقلت ليسوع أن يفتح، فذهب يسوع ليفتح فلم يجد أحد. مين اللي خبط؟ أنا اللي فتحت، أنا قلت له من فضلك افتح. الله، هو أنت ما بتعرفش تفتح الباب؟ لا بعرف، بس اتعلمت مع بابا يسوع إن أنا إيه، ما أعملش أي حاجة إلا لما إيه أستأذن. لو كان الشيطان خبط على حواء، لا أحقا قررت أقول له أجيب لك بقى، تعال نروح لمين؟ لربنا. مش هو أنت بتقول أحقا؟ تعال نروح لربنا. لو كانت قالت له الكلمتين دول كانت الحية جريت، وكانت حواء ما كلتش، وكانوا عاشوا في تبات ونبات، وخلفوا صبيان وبنات، وكنا ما وعظناش الليلة، كان زماننا قاعدين كلنا في السماء بناكل ونشبع ونفرح زي إن شاء الله لما هنطلع في السماء في اليوم الأخير كلنا إن شاء الله. ولا حد مش ناوي عليها؟ يعني لو حد ناوي على بيات يقول لي. احنا مش جايين على بيات، احنا جايين على سفر، احنا بس معديين قاعدين 60 70 80 90 زي ما تقول. بعد ما نخلصهم طالعين رحلة كلنا فوق هنتقابل. ودي كانت خطة ربنا، خطة ربنا ان ربنا وسط شعبه. ده هو اللي خلق آدم، وهو اللي جاب له حواء، وهو اللي عاش بينهم، وهو اللي قال لهم اسمروا واكثروا واملوا الأرض. عارفين لو كان آدم وحواء خلفوا قبل السقوط، كان قايين قال لربنا يا جده، كان هابيل قال لربنا يا جده، ما هو ده أبويا الكبير. وعشان كده احنا لما بنصلي بنقول لربنا ايه؟ يا أبانا الذي، ما ده أبونا كلنا، ده الأب بتاع كل البشرية. كان زمان آدم وحواء قاعدين في الجنة وهابيل وقايين جنبهم، صلي ياض ها، قول معايا يا أبانا الذي في الجنة، يا أبانا الذي في جنة عدن. بس اللي حصل ان الشيطان فرقهم عن بعضهم، ومش بس فرق حواء عن ربنا، ده فرق حواء عن آدم. طب مش عاوزة تسألي ربنا يا حواء، اسألي مين؟ آدم. مش هو الوصية ربنا اداها لمين الأول؟ لآدم ولا لحواء؟ لآدم. الأول آدم كان موجود، أوصى الرب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل، أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأن يوم تأكل منها موتا إيه؟ مين اللي قال الوصية دي؟ لحواء. آدم. يعني الوصية ربنا اداها لآدم وآدم اداها لحواء. فربنا كان عامل الراجل من يومه كبير، بيعلم مراته، مش بيعلمها من باب ان الرجل رأس المرأة يعني اكبر منها، من باب ان الرجل ربنا حط قانون في الاسرة ان الرجل الكبير المدير. طب والست ايه؟ موظفة؟ لا، شريكة للرجل زيه بالظبط. لكن في قانون، ربنا حطت قانون ادارة ان البيت لازم يمشي بالطريقة دي. كان حقتك يا حواء عملتي ايه؟ بدل لو تهتي مش عارفة تلاقي ربنا، روحي لآدم وتناقشي معاه، قولي له يا آدم في حية غريبة ماشية في الجنة شكلها غريب كده بتقول لي كلام، أرد عليها أقول لها إيه؟ فالشيطان بيوقعنا إما بأنه بيبعدنا عن ربنا، وإما أنه بيعمل إيه؟ يخلي كل واحد مننا يتربس في فكرة وما ياخدش رأي إيه؟ التاني. زمان ولسه لغاية دلوقتي في لعبة كنا بنعملها مع بعض بالليل واحنا مسافرين تاني يوم المؤتمر راجعين مصر، لما نطلع مؤتمر ونجمع مجموعة شباب نيجي بالليل نلعب لعبة اسمها لعبة الكراسي الموسيقية. نجيب 5 كراسي وكم واحد بيلف؟ 6، وكل شوية واحد يدي كتف فيطلع واحد، وبعدين يشيله الكراسي، كرسي 2 3 4 لغاية لما يتبقى كم كرسي؟ كرسي. كم واحد بيلف بقى؟ 2. والشاطر اللي يعمل ايه؟ يقعد. في بيوت كتيرة بيلعبوا لعبة الكراسي الموسيقية، حاطين في البيت كرسي والرجل ومراته طول النهار ايه؟ يلف. والشاطر اللي يدي مراته كتف او تدي جزءه كتف وتقعد، واول ما تقعد تقول له ايه؟ قعدت على الكرسي، بره بره ما تجيش هنا تاني. هي كسبت؟ هي قعدت على الكرسي بس خسرت جوزها، وخسرت مين كمان؟ حضرة ربنا. أصل يا جماعة المسيح ما بيحبش أبدا الخناقة على الكراسي،
يقول لك وقال لقوم يحبون المتكئات الأولى في إنجيله 14، من أراد أن يكون عظيما فليكن للجميع إيه؟ خادم. اللي عاوز يبقى الأول يقعد في الآخر. يعني أنا لو دخلت الكنيسة لقيت الكرسي الأولاني فاضي والكرسي الأخير فاضي، بقعد في الكرسي الأخير. عارفين ليه؟ بسيب الكرسي الأولاني فاضي، بسيبه ليه؟ عشان المسيح يقعد عليه. بقول له أنت الريس البيت يا جماعة، صدقوني للراجل ريس ولا الست ريسة، المسيح هو الريس. حضور الله هو عودة إلى صورة العائلة الأصيلة. المسيح يدير بيتنا، ربنا يدير بيتك. الراجل اللي بيقول لمراته أنا الريس مش فاهم حاجة. الراجل يقول لمراته إيه؟ المسيح هو الريس وأنا بأنوب عنه. ولو أنت عندك كلمة من الخير ومن الحب تفضلي قوليها، لكن ريسنا احنا الاثنين المسيح. عشان كده احنا في الحياة المسيحية ما عندناش اثنين بيتجوزوا، ما عندنا كم بيتجوزوا؟ عندنا ثلاثة. واحد يقول لي الحمد لله ربنا ادانا ثلاثة. لا مش ثلاثة يعني راجل واثنين ستات، لا ثلاثة يعني اللي بيتجوز راجل وست وبينهم مين؟ الله. ما جمعه الله لا. يا سلام لو كل واحد يعرف انه ساعة الجواز الله هو شريك للاتنين. لو نرجع ربنا تاني في البيت ما كناش اتخانقنا وما كناش بعدنا. هنعمل ايه النهاردة؟ الدرس الاول اسمه درس النعمة، درس حضور الله في البيت. يلا نرجع تاني لتكوين اتنين، كفاية تكوين تلاتة. خناقات ومشاكل وشقاقات. وبص اللي حصل بقى، ادم وحواء، حواء بعدت عن ربنا وحواء بعدت عن آدم، والاثنين بعدوا عن المسيح. وجي ربنا بيكلم مع آدم، كان خلاص كل من الثمرة، قال له آدم آدم أين أنت؟ هل أكلت من الشجرة؟ قال له المرأة التي جعلتها معي هي غربتني فأكلت. بقى اسمها المرأة التي جعلتها معي، خدها عشان نرتاح احنا الاثنين، يكشي يريحها وياخدها، وربنا ياخدها كمان وكمان، ما هي سبب المصايب في البيت. ابتدى يعمل ايه؟ يعمل ايه في مراته؟ بدل ما كانت شريكته، بدل ما كانت حبيبته، بدل ما كانوا هما الاثنين عظم من عظمي ولحم من لحمي، بقت المرأة التي جعلت، بقت المرأة ما اسمهاش حواء، نسيت اسمها، قال لا ما بحبش اقوله كتير، اصلي بتجيلي كرشة نفس اول ما اقول حواء بفتكر الست دي. يصح كده برضو؟ الله يرحم تكوين 2:24. ها في تكوين 2:24 ادم يبص لحواء وخد عندك بيت غزل، مش عيد الام بكره ولا النهارده؟ سووا طيبين. قال لك ايه في عيد الام؟ انت زهرة حياتي، انت الشموع وانت الضياء، انت وبعدين بعد ما قال لك انت الشموع وانت الضياء ولع فيكي، عملت ايه بقى بالشموع وبالضياء؟ كلام ابن عم حديث، كلام هو كده، ما باخدش غير كلام. وهي تقول له انت راجل البيت، انت منور البيت، انت سيد البيت، وهو يطلع من هنا تدي له برستيج قدام الناس، واول ما الناس تمشي تسحب البرستيج تاني. وبدل ما الكلام يبقى حق وكلام كلام، بتتكلم كلام وتعمل عكسه. ده لو انت راجل بجد يا ادم وبتحب مراتك صحيح، كنت بدل ما تقول لربنا المرأة التي جعلتها معي هي غرتني فأكلت، كنت عملت ايه؟ كنت قلت انا غلطت. اصلا انتوا عارفين ادم مسكين ما غلطش، فيش راجل بيغلط مش كده؟ فيش راجل بيغلط. اللي حصل ايه؟ مسكين ادم، حواء فتحت له بقه وحشرت التفاحة بين سنانه ومسكت بقه طالع نازل طالع نازل طالع نازل عشان يبدو، وبعدين راحت مدخله ايدها جوه بقه وزغطته التفاحه. الراجل ما عملش حاجه، ده هو قاوم، قال لها بلاش بلاش، ما بحبش الاكل وما بحبش الثمره المحرمه يا عيني. فاول ما عملت كده بص لها وقال لها انت السبب في ده كله. مسكين الراجل ما غلطش. في رجاله بتغلط؟ تقدري تقولي جوزك انت غلطانه؟ تقدرش. مفيش راجل بيغلط، وادم راجل زي كل الرجاله ما يعرفش يقول غلط. عارفين لو ادم كان قال غلط كانت الدنيا اتصلحت. اللي يقول غلط السماء والارض تفرح، يقول له اخطأت الى
السماء وقدامك لست مستحقا. الأب يجري والحلة الأولى تطلع والختم يطلع والحذاء يطلع واجعله ابني هذا كان ميتا فعش. اللي يقول غلط طب واللي كابر يسيبه له براحتك، ما هو ما بتغلطش يبقى مش هتتصلح. اذكر من اين سقطت وتوب. طب وحواء غلطت؟ لا، هو في ستة بتغلط؟ لا مؤاخذة يا مدام ما بتغلطيش خالص. برضو الحية مسكينة جت لحواء فتحت بقها رخرة وحشرت التفاحة وفتحت بقها طالع نازل طالع نازل الحية، وحواء مسكينة بتقاوم مش عاوز اكل، مع ان الحواء بس هي قالت لها احقا قال لهم الله. بعدين بصت فرأت المرأة ان الثمرة شهية للنظر بهجة للعيون جيدة للأكل. واحد هو الشيطان بس رمى الفكرة وسامع عليكم راح ماشي. وحصل ايه؟ هي اللي كلت وهي اللي جريت، ومش بس كلت وجريت، دي عملت ايه كمان؟ وكلت مين؟ مسكينة حواء خالص ولا بتغلط. تعرفين ولا راجل بيغلط ولا ست بتغلط. احيانا اقعد مع اتنين متجوزين في العيادة هو الغلطان، واحد اتنين تلاتة عشرة حيثيات الحكم. طيب خدي عندك بقى دفاع، واحد اتنين تلاتة اربعة خمستاشر، ابقى قاعد من الاتنين هو غلطان هي غلطان. اخرت ما بس اقول لهم ايه؟ انا اللي غلطان، انا اللي غلطان، انا اللي غلطان اني قبلت اقعد معاكم انتوا الجوز. ما حدش بيغلط، ما حدش بيعترف بغلطه. عارفين لما كان ربنا موجود يالف القلوب، يوحد القلوب، يقرب النفوس. بس دي يا جماعه اصلها نعمه. اوعوا تفتكروا ان احنا جايين النهارده نكلمكم عن سياسه نفسيه لاصلاح البيت، سياسه الهيه. لما ربنا يخش جوه البيت صدقوني تعامل زي قصه الرب يسوع لكل المجد لما كان قاعد في السفينه وايما الامواج وايما الرياح والسفينه هتغرق، وبعدين يجروا التلاميذ على المسيح يقولوا يا معلم اما يهمك اننا نهلك؟ أما المسيح يبص للتلاميذ ويقول لهم كيف لا إيمان لكم؟ وأن يقف في مقدمة السفينة ها يقول للريح للبحر اسكت ابكم، فصار هدوء عظيم. عارف لو ربنا دخل في بيتك المشاكل اللي بقالنا سنين بنتكلم فيها، المسيح يبص للبيت ويقول له اسكت اهدأ، صار هدوء عظيم. صدقوني في عائلات بتجيلنا مجرد ما بس المسيح يتحط جوه البيت وتقول لديه او لده على كلمتين حلوين تبص تلاقي ايه اللي بيحصل، البيت يهدى. عاوزه نعمه صدقوني، كفايه السنين اللي راحت التي اكلها ايه ها جرت كفايه. وزي ما قلنا قبل كده وبنقول ما حدش كسبان في المعركه بين الاثنين الا ابليس، هو اللي كسبان، هو اللي فرحان. تجري الحيه وتبص لحواء تقول لها وقعتك، وتقول للآدم وقعتك وخربتها وانا طالع من الجنة حصلني عشان لما تحصلني تعيش معايا بره، ما اصلا انا انطردت واحب اللي يجي معايا يمشي في سكتي. خلي بالك البيت المسيحي جنة، ربنا يخش في البيت جنة، ده مش معناه ان مفيش مشاكل، بس مشاكل تقرب ومشاكل تبعد، مشاكل تفهمنا بعض وتعرفنا بعض وتقربنا من بعض، ندخل المسيح في النص نصطلح ونحب ونفهم. عشان كده درس النهاردة ايه؟ الدرس الاول العيلة كما ارادها الله هو درس حضور الله في البيت. اذا حصل ان الله دخل جوه البيت يمتلئ بيتك سلام. في قصة في الكتاب المقدس بتحكي لنا عن ابراهيم ولوط، ذكرتها لكم بارح بس عاوز احكيها لكم من وجهة نظر حياة المذبح ومن وجهة نظر حياة الغربة عن المذبح. ابراهيم كان عنده قاعدة في حياته، ما يعملش حاجة في حياته غير لما يحط ربنا قدامه. فلما تقرأ قصة ابراهيم تلاقيه شايل حاجتين على كتافه، خرج في شوية طوب والخرج التاني في شوية قماش. منين ما يتحرك وهو بيتحرك ورا ربنا، اول ما يوصل حته يطلع شويه الطوب يحطهم جنب بعض يعمل مذبح، وبعد ما يعمل المذبح يروح مطلع شويه القماش يعمل ايه؟ خيمه. عنده حاجه اسمها المذبح وعنده حاجه اسمها الايه؟ الخيمه. ولاد ربنا عندهم حاجتين، هم دول العكازين بتوعنا، الجناحين المجدفين في طريق علاقتنا بالمسيح. المذبح يعني الصلاه،
صلاة في الكنيسة، الصلاة في القداس، الصلاة في المخدع، الصلاة. احنا ما بنعملش حاجة غير لما بنشارك ربنا. والحاجة التانية اسمها الخيمة، والخيمة إشارة للغربة، لأن اللي عنده بيت من طوب لازم يقعد فيه طول عمره، لكن اللي عنده خيمة يبقى الخيمة على كتفه، يتحرك من هنا لهنا لهنا، علامة الغربة، علامة ان احنا جايين الارض زيارة وطالعين السماء. ان نقد بيت خيمتنا الارض فلنا في السماوات بناء من الله غير مصنوع بيد ابدي. وكأن ربنا بيقول لك حاجتين يسندوك. نمرة واحد، اشركني في كل حاجة. اشركني، مش اشركني عشان انا عاوز اتدخل، لا، اشركني عشان انا عاوز اقول لك النصيحة الصادقة، لو تسيبني اقودك اوصلك للخير. والحاجة التانية، طول ما انت ماشي افتكر ان الارض بالنسبة لك مسكن مؤقت وانت مسافر للسماء، فما تبقاش قلبك على الارض خايف على اللي فيها بتجري وراها، دايما عينك للسماء، دول اللي يسندوك. فكان ابراهيم دايما عنده خيمة وعنده ايه؟ مسبح. ابراهيم له ابن اخت لوط. لوط ابن اخت ابراهيم لكن عنده لا خيمه ولا كان عنده ايه؟ مذبح. فيحكي لنا الكتاب انه حصلت خناقه بين لوط وبين ابراهيم. واحنا قلنا امبارح ان لوط وابراهيم يعتبروا ايه؟ ابراهيم يبقى ايه بالنسبه للوط؟ عمه. لوط ابن اخته. حصلت خناقه بين رعاه ابراهيم، مواشي ابراهيم، ورعاه مواشي لوط. ابراهيم اخلاق ملوك، ما هو مش جايبه من بره، جاب اخلاق الملوك منين؟ اصله ابن ملك، انت ابن ملك، انت بنت ملك، وتتعلمي منين؟ لما تقعدي مع الملك، لما بنتهذب بالصلاه، لما تروحي كل يوم بالليل انت وجوزك تقعدوا قدام المسيح، تاخدوا بركه الصلاه وتتكلموا مع ربنا عن بيتكم وعن ولادكم وعن مستقبلكم، تشركوا ربنا في قراراتكم. يا رب خلي بالك من ولادي وبارك بيتي وسامحني اذا كنت غلطت في حق جوزي، باركه يا رب ده تعبان طول النهار، واسنده وقوي، وهو يقف لربنا يقول له مراتي اللي هي حته مني اسندها يا رب، باركها يا رب، اديها نعمه يا رب. كل ما نصلي كل ما المسيح يبقى موجود. واصل ربنا خجول جدا ورقيق جدا، المسيح على فكره رقيق قوي، وعمره ما يخش بيت بني ادم ما يعزمش عليه. أنا واقف على الباب إيه؟ أقرأ. إن سمع أحد فتح أدخل إليه أتعشى معه وهو معي. طب وإن ما فتحش حبيبي ها؟ تحول وإيه؟ عبر. افتحي لي يا أختي حبيبتي حمامتي كاملتي. نشيد 5-2. رأسي امتلأ من الطل قصصي من ندى الليل. مش هتفتح. قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا قاتل. غسلت ثوبي فكيف ألبسه؟ غسلت رجلي فكيف أوسخهما؟ ها حبيبي تحول وعبر. مسيح رقيق، عامل زي ضيف رقيق، في ناس رقيقة جدا. عندي مرة ولد محاسب بيشتغل محاسب في شركة كويسة قوي، أبوه بواب. فجي البواب ده في الحتة عندنا بيقول لي ابني تعبان، قلت له خليه يتفضل يشرفني. فجه على باب العيادة، فالولد بيقول له مين حضرتك؟ قال له فلان. قال له بخصوص ايه؟ رقيق مرضاش يرد، حساس قوي، خاف يقول له فلان ابن فلان يطلع اسم البواب يحرجه يقول له ادفع. فقال له طب انا اسف انا ماشي ما فيش حاجة. تاني يوم البواب بيقابلني بيقول لي تصور ابنك جه وابني جه عندك. فقابلت الولد قال لي انا اسف معلش ما كنتش اقدر اقول ان ابويا فلان، لحسن احرجك لحسن، حساس رقيق. فانسحب بهدوء عشان ما يجرحش حد، لا يجرحني ولا يجرح ابوه البواب ولا يحط نفسه في مأزق. في ناس رقيقة كده، المسيح بالرقة دي ما يحبش يجرح حد، ما يحبش يقدم نفسه فرض على حد. لما يخش لازم تفتح الباب على مصراعي. فإذا ما جمعتش مراتك وولادك وصليت يقول لك أنت طلبتني وأنا تأخرت، أنا ما بتأخرش عنك. فياريت النهاردة الدرس يلا نعمل لربنا مسبح جوه البيت. قلت لكم الدرس ده هو مش هزهق أقوله، حط لربنا ركن في البيت عندك. سميته امبارح درس الترابيزة، ترابيزة صغيرة عليها صورة المسيح والكتاب المقدس، والركن ده موجود كده
ها وشوية قديسين وشمعتين، ويلا بينا كل يوم نقف في الركن ده نصلي. هاتي جوزك، هات مراتك، مش هتيجي اقف انت، مش هتيجي اقفي انت، وارفعي قلبك قدام ربنا، يا رب بارك بيتي، والمسيح هيتدخل جوه البيت، لان هذه هي حياة المذبح. المذبح يعني الله صاحب هذا المكان. ابراهيم لما لقى لوط بيتخانق قال له لا تكن مخاصمة بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعايتك، ان سرت يمينا فانا شمالا. شايفين اخلاق الملوك؟ يعني ابراهيم اصله متربي على المذبح، انتوا ولاد مذبح، ولاد نعمة، فلما تتكلم تتكلم من منطلق انك ابن ملك شبعان كبير. واحد غيره عارفين كان يعمل ايه؟ انا اللي ربيتك ولح مكتفي من خيرك يا ناكر الجميل، يلي 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 كان عمل ايه؟ كان مسح بيه الارض وله حق. لكن ولاد النعمة ملوش كده، اصله متربي على المذبح، قال له براحتك. طب ولوط بنى مذبح؟ لا ما بناش. يقول لك كده ورفع لوط عينيه وراء كل دائرة الارض ان جميعها سقي قبلما اخرب الرب سدوم وعموره. عارفين بص ما سألش ربنا ولا اختار مع ربنا، عجبته أرض سدوم وعمورة، قال أنا أروح هناك. بنيت مذبح؟ لا. صليتي قبل ما تاخدي قرار؟ لا. قعدتوا مع بعض ربنا باركوا؟ لا. طب متوقع إيه؟ القرار اللي أنت هتاخده اتحمل نتيجته، والقرار اللي هياخده ربنا معاك هو المسؤول عنه. فلما لوط خد القرار عارفين حصل إيه؟ عجبته سدوم وعمورة، قال الأرض روعة، نروح هناك. خد مراته، هو بالمناسبة ما راحش سدوم وعمورة على طول، هو راح الأول جنب سدوم وعمورة جنبها، ولما راح جنبها شاف سدوم وعمورة جميلة، فقال لمراته ما تيجي نروح هناك في الويك إند، في بلد تجنن هناك نفسح البنات، وهو اسمها ويك إند أجازة. راحوا في الويك إند، برضو ما بناش مذبح، ده كل ده من إيه؟ من دماغ، ولا بيصلي ولا بياخد رأي ربنا. وبعد ما راحوا سدوم وعمورة هناك قال لمراته الله ده البلد جميلة، او ما تيجي نقعد نعمل بيزنس هنا، ولا بنى مذبح ولا صلى ولا سأل. وقعد في سدوم وعمورة، واكتشف بعد شوية ان سدوم وعمورة دي منطقة دعارة وفساد ونجاسة، كان المفروض يبني مذبح ويسأل. لو كان لقى البلد وحشة وولاده هيتعبوا ومستقبله هيضيع، كان البار يعذب نفسه كل يوم بالسمع والبصر، زي ما بيقول عنه الكتاب في رسالة بطرس الرسول الثاني، كل يوم بتعذب. طب ما تمشي. بس امشي ازاي؟ ما انا خلاص اتزنقت. الله ممكن تمشي، لو كنت كل يوم بتاخد رأي ربنا كان في ربنا ممكن يتدارك معاك الغلطة، ملحوقة يعني، نمشي. قعد، ويقول الكتاب ان لوط ابتدى يكبر في البلد، يكبر في البلد لغاية لما بقى من كبارات البلد، معاه فلوس بس معهوش راحة، ومعاه مراته بس معهوش سلام، ومعاه 2 من بناته بس البنات ضعوا والحمد لله. ايه اللي حصل؟ ما خدش رأي ربنا. ولساعة لما الملاك من شفقة ربنا عليه يقوله، يقول لك كان لوط جالسا على باب المدينة. وكلمة جالسا على باب المدينة كان زمان كبارات البلد عارفين شيخ الحارة أو العمدة يقعد كده على الناصية والناس كلها تجيله، كان هو من كبارات البلد، كبر. الملاك قال له أكبرت بس أنت ما خدتش رأي ربنا، البلد دي هتتحرق. وقعد يشد فيه ويجرجر فيه، طلع خسر كل اللي وراه واللي قدامه، ومراته بقت إيه؟ عمود ملح، وبناته الاثنين تربية سدوم. هم تربوا فين يعني؟ متربين فين؟ ما متربين في سدوم وعمورة، فعايشين طول النهار نجاسة وفساد. يقول لنا الكتاب ان بنات لوط لو فاكرين القصة اسكروا ابوهم شربوه خمرة وعشروه وخلفوا منه. رباية ايه دي؟ طب ابراهيم؟ لا، ابراهيم ما روحش سدوم وعمورة. ليه؟ بنى مذبح. يا رب اروح فين؟ تحبني اروح فين؟ تحبني اروح يمين ولا شمال؟ فربنا بيطلع يحط على قلب ابراهيم وقال له تطلع ورا يا ابراهيم، انا همشيك، لانك ما اخترتش بنفسك كل الارض دي هتبقى بتاعتك، نسلك كنجوم السماء وكه كرمل البحر. يا سلام لما نصلي، يلا الليله نتعلم الدرس ده. اذا ربنا دخل في بيتك، إذا ابتدينا النهاردة ناخد الدرس الجميل ده، صلي أنت ومراتك وأنت وبولادك. صدقوني أحلى مرات في حياتي صليت مع الولاد الصغيرين، أجمل صلوات الحياة. اسمع ابنك وهو بيصلي،
السماء مفتوحة واللي يقولوا ما ربنا ما يردوش أبدا. اسمع صوت ربنا في مراتك وهي بتصلي. دخل البيت في ترنيمة وفي تسبحة في كتاب مقدس وفي سيرة قديس. خلي البيت ملايكته ترفرف كده وتفرج على البركة. يمكن فلوسك مش زي فلوس جارك لكن بيتك منور وبتنام بالليل حلو. وبحط راسي على المخدة أقول الله نومة حلوة قوي. وصدقوني هي نفس الأكلة، يعني لو معاك فلوس مش هتاكل 10 فرخات في الغد، هي نفس الربع الفرخ. أنا آسف في الصيام هو طبق الفول، ما أنا آسف لكون زعلتك ولا حاجة يعني. إن شاء الله عن قريب بإذن الله بكرة تفرج. بكرة تفرج، هي نفس البطن اللي هناكلها. بس لقمة يابسة ومعها سلام خير من بيت مليان ذبايح وفي ايه خصام. الاكل ملهاش طعم واللقمة تعباني ومراتي مضايقاني وولادي متخانقين والبيت مفيهوش بركة. بركة، عاوزين بركة. والبركة دي لا بيجيبها علم النفس ولا بيجيبها الطب ولا بيجيبها الفلوس ولا بيجيبها حاجة. المسيح يخش اسكت ابكم البيت كله يبقى هنا. يلا بينا نعيش تاني الحتة دي. ما دي العيلة اللي ربنا اراد. ربنا عاوز يبقى قائد. حد يخسر؟ تخسر كده ربنا قائد ليك. بقى ربنا بيعرض عليك النهارده يبقى مسؤول عنك. ملك الملوك ورب الارباب بيعرض عليك ان هو يبقى مسؤول عنك. حاجه وحشه دي. فرصه عمرك جات لك لغايه عندك. انت جيت الكنيسه النهارده وربنا بيقول لك من النهارده انا مسؤول عنك، مسؤول عن بيتك وعن مراتك وعن ولادك. مشاكلك هحلها لك، مستقبلك مضمون. ايه ده؟ عايز ايه تاني؟ احسن من التامين واحسن من الفلوس. واصل حضور ربنا في البيت يملاه بركه. بركه صدقوني اذا دخلت البركه كل حاجه تنحل. جرب البركه دي، جرب حضره ربنا، دقها مره هتقول يا رب مش ممكن تاني ابدا هعمل العمله دي. بعد ما لوط طلع من سدوم وعموره خسر مراته وخسر بناته وخسر اللي حوشه، تفتكروا لما يرجع لتاريخه تاني يقول بعد كده في حد بيوطي التليفون سنه صغيره؟ بس اعتقد كده حد سمعني. خلاص شكرا، خلاص حد سمعني. فاللي عاوز اقوله اذا ربنا اراد ودخل بيتك سيتحول بيتك الى هذه الجنه التي نتمناها جميعا. اثنين، حاجه تانية، البركه الثانيه اسمها بركه الطاعه والخضوع. انا عارف كتير من الستات اللي بيسمعوني دلوقتي هيقولوا الايه اللي بتتقال طول النهار في البيت، ايها الرجال احبوا نساءكم ايتها النساء اخضعنا لرجالكن. هل هذه دعوه للطاعة وللخضوع من المرأة للرجل؟ الإجابة لا. يا ستات تمردوا، نعمل ايه؟ قولي لجوزك لا. بجد؟ قولي له لا الليلة وكل ليلة بنجاح عظيم، وبعدين اتفرج على الخراب. الله، امال اعمل ايه؟ امال الدعوه لطاعه مين لمين؟ الدعوه في الكتاب المقدس للطاعه ليست دعوه لطاعه المراه للرجل، انما دعوه لطاعه الاثنين لربنا. استنى، فاهمين غلط. لما الكتاب يقول للست ايتها النساء اخضعنا لرجالكن، يسبقها بايه بس احنا كلنا ما بناخدش بالنا منها. يقول كده ايه؟ ليخضع كل منكما لصاحبه. ما اعرفش خدتوا بالكم الايه دي ولا لا. طبعا يوم الاكليل انتوا لو واخدين بالكم من ايه ولا من حاجه، انتوا مش واخدين بالكم خالص. يوم الاكليل كشاة تساق الى الذبح.
وكنعجة صامتة أمام الذي يجزها. يعني جرجروكي من الدار للنار وجرجروك وحطوك انتوا الاثنين في المذبح، واذبح يا ابونا واذبح يا واذبح يا سيدنا، صح؟ وعاش ينبح. لكن لما ترجع لقصة أفسس 5 اللي احنا بنقراها، يقول الكتاب المقدس كده في الآيات الشهيرة بتاعته، مش قبل ما يقول للمرأة اخضع للرجل، يقول كده: ليخضع كل منكما لصاحبه. تقول لي يعني ايه؟ والكنيسة على فكرة خدت النص ده، الكتاب يقول كده: خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. والكنيسة تستلف الآية دي من رسالة أفسس وتكلم الراجل والست وتقول كده: ليخضع كل منكما لصاحبه. يعني ايه بقى؟ العلامة التانية او الدور التاني او الشكل التاني من اشكال العيلة هي مسابقة اتضاع، مسابقة خضوع، مسابقة طاعة. الشاطر اللي يريح التاني، الشاطر اللي يدي للتاني سعادته، اللي يريح التاني يبقى يكسب مش اللي يريح نفسه، اللي يحب اكتر يبقى غالب، واللي يبارك اكتر يبقى صح، واللي يقدم شريك حياته يبقى كسبان مش العكس. فعشان كده الموضوع مش خناقه بين راجل وست مين يسمع الكلام والست لازم تسمع الكلام زي ما قلنا لكم بارع، لا، الموضوع انه المسيح حاضر في البيت النقطه الاولى، وان الاتنين بيتسابقوا. يا رب اتكلم واحنا الاتنين هنسمع. وعشان كده رئاسه الرجل من خلال رئاسة المسيح، مش الكتاب بيقول الرجل رأس ايه؟ ها؟ المرأة، صح؟ طيب لما ترجع لسفر أشعياء أصحاح 9:6: يولد لنا ولد ونعطى ابنا، بيتكلم على المسيح، وتكون الرئاسة على كتفه. اسمعوني يا جماعة كويس، وتكون الرئاسة ايه؟ يعني ايه الرئاسة على الكتف؟ دي كلمة أول مرة نسمعها في تاريخ الملوك. بعدين لو سمحت خليها شوية، بعدين عشان الناس تركز بس. الرئاسة دايما على الراس، يعني الملك بنعرفه ازاي؟ يحط على راسه ايه؟ تاج، صح؟ فلما يلبس التاج، زمان طبعا لأن ما كانش فيه لا تلفزيون ولا وسائل الاعلام ولا انترنت ولا غيره، الملك يلبسوه لبس معين، العبايه الملكيه، بس في وسط الزحمه وفي وسط الناس دي كلها، اعرف ازاي ده الملك؟ تلاقي التاج طالع من فوق، اقول ده الملك على طول، صح؟ فكانت علامه الملك التاج. فلو اتكلمنا تاريخيا صح نقول تكون الرئاسه على راسه. لكن لما جاي يتكلم على المسيح قال تكون الرئاسه فين؟ طب ليه؟ قال اصل الكتاف مكان الحمل، الواحد بيشيل على كتافه، وكلمة كتف في الكتاب المقدس في اللغة العبرية زمان معناها شكيم، وشكيم دي اللي جت منها كلمة هشكمه. هشكمه يعني ايه؟ امسكه. اصل زمان الدابة، الحصان او الدابة، يلبسوه الجام وبعدين يحركوا اللجام يمين وشمال، ولما تحب توقف الحصان تعمل تشده جامد قوي، فتشد رقبته على كتفه فالحصان يقف. اشكمه يعني اقرب راسه من كتافه. فشكيم يعني ايه كتف؟ والكتف ده المكان اللي احنا بنعمل ايه؟ بنشيل بيه. يقول لك لحم كتافه. يعني ايه لحم كتافه؟ يعني انا اللي شلته، مش كده؟ والسيد المسيح لكل المجد في انجيل معلمنا لوقا الاصحاح 15 يقول لك لما المسيح لقى الخروف الضال حطه فين؟ على منكبيه، على كتافه. المسيح بيشيلني. فعاوز يقول ايه؟ المسيح جاي ريس مش يتريس عليا، جاي يعمل ايه؟ شيلني. الرئاسه على كتافه، يعني الرئاسه مش مرياسه، مش اوامر، مش تحكمات. الريس يعمل ايه؟ يشيل. اقول لكم حاجه تانية،
مين أعلى رتبة في الكنيسة؟ الأسقف. طبعا سيدنا البابا رئيس أسقفة بس هي اسمها أسقف. أسقف كاهن شماس. دول الثلاث درجات اللي في الكنيسة. سيدنا البابا رئيس الأسقف. حلو. الأسقف في الكنيسة يتسمى ملاك الكنيسة. صح؟ عارفين بيتسمى ملاك ليه؟ أصل الملاك بيعمل إيه؟ أليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة لأجل العتيدين أن يرثوا؟ خلاص الأسقف بيشتغل إيه في الكنيسة؟ يخدم. هو أعلى رتبة ووظيفته يعمل إيه؟ يخدم المسيح. بلاش ليلة خميس العهد مش ريس؟ قام عن العشاء وخلع ثيابه واتظر بمنظرة وابتدى يعمل إيه؟ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحهما. أدي الريس. فلما الكتاب يتكلم على الراجل اوعى تفتكر ان ربنا خلاك ريس يعني تتنريس. لا، ريس يعني تخدم، تحب. فالريس يخدم مراته والست تخضع لجوزها، يبقى الاثنين بيخدموا بعض، ادي المعنى. لكن الريس يتنريس البيت يخرب، البيت يبوظ والمركب تبوظ. هما الاثنين في مسابقه حب، رايك هو يقول لها لا، رايك خناقه الكسبان فيها هو اللي بيحب اكتر، ادي المعنى. مرة زمان في بلد من البلاد حكى لي أحد الآباء الأسقف القصة الآتية. سيدنا بيدي درس كتاب في البلد دي، وفي عيلة موجودة جوه البلد، راجل ومراته بقالهم سنين بيحضروا درس الكتاب. سنة 12-15 كبروا وخلفوا وولادهم خلفوا وبقوا جدود وطلعوا معاش ولسه بيحضروا درس الكتاب، وبركة للكنيسة كلها. في يوم من الأيام سيدنا راح درس الكتاب، ما لقاهمش قاعدين في الصف الأول زي ما متعود. خد بعضه وسأل عليهم، فين عم فلان وست فلانة؟ قالوا له يا سيدنا الاتنين دول متخانقين. خانقين ليه؟ ان شاء الله. قال خناقه الرب السما والبيت مولع والاثنين مش عاوزين يجوا. قال طب نشوفهم. خد بعضه سيدنا وراح هناك، دخل البيت. راجل ده راجل كبير في السن حاجه وستين سنه، وست كبيره في السن حاجه وستين سنه اخرى، والاثنين قاعدين مبوزين مش راضين يتكلموا. ازيك عم فلان؟ ما بيردش. ازيك يا ست فلانه؟ ما بتردش. يا جماعه حد يكلمني، ما يصحش، ده انا راجل مطران جاي لكم اسال عليكم. فين؟ لما الراجل فتح بقه، يا سيدنا حرام عليك، وبتعلمونا في الكنيسة، ما تعلموا الست دي 35 سنة جواز مع الزباني، ده شكل من برة، ده ما فيش اي احترام، ده ما بتس... طول النهار رايحين الكنيسة وجايين منظر من غير فعل. ارحمونا بقى، قولوا لها حاجة، علموها، ده احنا اتهرينا. يا ابن عم في ايه؟ هي التانية تقول له يا سيدنا ده الراجل طول النهار تعبني، عنيد عنيد، ولا بيسمع الكلام، ولا يا جماعة قولوا لي في ايه؟ اخرة مزاق. الراجل قال له يرضيك يا سيدنا اروح اقبض مكافأة المعاش، اقول لها اجيب لك فستان، تقول لي لا هات لنفسك بدلة. يقول لي ما فهمتش، يعني سيدنا ما فهمش فين المشكلة. فلا طب في ايه؟ قال له طب في ايه ما تجيب لها بيقول له لا ده انا اللي عاوز اجيب لها فستان، طول النهار عاوزة تريحني عاوزة تريحني، تفكر في روحها مرة اللي ما فكرت تهتم بنفسها. واروح اقول لها كده برضو؟ اما هي راحت طالعة بقى قالت له ده عنيد، اسمعش الكلام ده، معذبني طول النهار، بيقعد يحب فيا ويجيب لي حاجات، و اهتم بنفسك شويه، الاكله يفكر فيا، يعمل لي الحاجه قبل ما بيعملها. خناقه، يقول لي اول مره احضر خناقه وابقى من سجن. يقول لي نفسي المسيحيين كلهم ايه يتخانقوا كده، ليخضع كل منكما لصاحبه، خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. بالامانه وحياه غلاوه الكنيسه عندك الليله، تروح تتخانق مع مراتك كده عشان خاطري، خنقي جوزك كده، روحي قولي له انت عنيد، اسمعش الكلام، طول النهار عاوز تريحني تريحني تريحني، يا راجل ريح نفسك. وهو يرد عليك لازم اريحك قبل ما تبقى خناقه حلوه، نلم الجيران والحبايب ونوريهم مسحنا قد ايه حلو، ان كل واحد فينا بيتخانق عشان يعمل ايه؟ راحت. جرب كده
بيحكوا عن قصة في كاتب مشهور قوي في عصر النهضة الإيطالي اسمه دانتي. دانتي ده كتب قصة مشهورة قوي اسمها الكوميديا الإلهية, The Divine Comedy. الشاعر الإيطالي المشهور دانتي ده تخيل في القصة دي ماذا يدور داخل الجحيم وماذا يدور داخل السماء. فبيقول دخلت الجحيم لقيت الناس مسلوعة وعظمها باين وضلوعها طلعة وهزيلة وزي الخشب, محروقين زي الخشب المحروق. فسألهم قال في ايه؟ قالوا الاكل قدامنا ومش عارفين ناكل. قال لهم ليه مش عارفين تاكلوا؟ لقى كل واحد ايده مربوطة بمعلقة طويلة طولها متر, يجي يحط المعلقة في الاكل يجي يلفها مش عارف تخش في بقه, فمتعذب طول النهار قدامه الاكل ومش عارف ياكل, يربط ايده فقعد طول النهار يحاول. فالعذاب عذابين, ما بياكلش والاكل ايه قدامه نفسه ياكل, فالعذاب عذابين. يقول خلصت الجحيم دخلت السماء لقيتهم مبطرخين كده ومرابرابين كده وحلوين. بص للناس اللي قاعده لقى كل واحد برضه رابط في ايده ايه, هي نفس المعلقه بس حلوها, كل واحد يحط المعلقه في الاكل بس بدل ما ياكل هو يعمل ايه, يوكل اللي جنبه. خلصت, ده يوكلني وانا وكلني وخلصت القصه. عارفين في الجواز تخش بتلاقي الاثنين مسلوعين ومحروقين, هو في المعلقه وعاوز ايه يوكل روحه, وهي هو جعان وهي جعانه, بدل ما كل واحد يساعد التاني كل واحد بيفكر في نفسه, البيت يولع. البركة الثانية اسمها ايه؟ لا انسى هذا الشاهد الجميل. مرة واحد من المفسرين بيكتب كلمة ظريفة جدا, بيقول لماذا ولد المسيح في مزود؟ عارفين لماذا ولد المسيح في مزود؟ يفسر ويقول تعبير جميل قوي, يقول لو كان المسيح ولد في بيت من البيوت, لان ساعتها كانت الدنيا زحمة وفي اكتتاب والناس كلها ملت الفنادق المحيطة, فالمسيح يقول لك إذ لم يكن لهما مكانا في المنزل تمت الولادة في مزود. فيعلق المفسر ويقول إيه؟ يقول المسيح اتولد في المزود عشان يسيب مكان لواحد غيره يتولد في الفندق. يعني لما جه يتولد قال لو أنا اتولدت هنا يمكن واحد ما يلاقيش حتة يروح هو يتولد فين؟ في المزود. لا, انا اتولد في المزود وغيري يرتاح في الميه في المنزل. لما فكر ادي المسيحي, المسيحي فكر يريح غيره. وصدقني لما تريح زوجتك هي ترتاح, وتريحك وتريح الولاد وتريح البيت. يلا بينا نتسابق مسابقه الحب دي. خلينا النهارده مغامره, ارجع كده مغامره, كلم مراتك كلام حلو وريحها وحاول تسعدها وهي تحاول تسعدك, ونوكل بعض المركب تمشي. البركه الثالثه والاخيره اسمها بركة المهابة والاحترام. من الخطط الإلهية لبركة البيت, ربنا خلق البيت يكون حاضر فيه. ربنا خلق البيت من أجل أن نتسابق مسابقة الاتضاع, كل واحد يتواضع للتاني المسيح يبان ويعلى. حاجة الثالثة اسمها المهابة والاحترام, والاحترام والمهابة يسبقوا الحب. الاحترام يجيب حب والمهابة تولد الحب, واللي بيحب من غير احترام مش فاهم الحب. اللي بيحب مراته ويتهيأله أو بيحب ولاده ويتهيأله ان هو لما يهنها كده المركب تمشي مش فاهم. لانه الاحترام معناه ايه؟ معناه ان انا بقدر وبقيم الطرف الاخر على انه صورة ربنا. جوزك ده صورة ربنا, ده بصمة ربنا في البيت, ومراتك دي حتة من المسيح حطها جوه البيت. لولا الست دي ما تخشش السماء, دي سر خلاصك, دي اللي المسيح حطها معاك عشان تجاهد السكة كلها. عشان كده الكتاب يسمي الزواج ايه؟ نير. عارفين النير؟ لما المسيح يتكلم على الوصية يقول حملي هين ونيري ايه؟ او نيري هين وحملي خفيف. النير دي حتة خشبة بتتحط على الدابة على كتفها, ودايما زمان كان الطورين يحرطوا مع بعض في الارض, الطور الاولاني والتاني وعلى ظهرهم خشبة, والخشبة طالع منها زي محرات, والمحرات ده يحرط الارض.
المحراب تقيل على طور واحد، لكن لما نحط الطورين او الدبتين في الارض ونحط النير الاتنين يعملوا ايه؟ يحرطوا مع بعض. الزواج نير، يعني ايه نير؟ يعني الست دي والراجل ده اتحطوا مع بعض، هما الاتنين بيساعدوا بعض، اثنان خير من واحد. فالست دي شريكتك زيك، الراجل ده صورة ربنا في البيت. والمهابة والاحترام ان انا بحط الانسان ده في مكانته، دي صورة المسيح. ولو بتحترم مراتك يبدأ الاحترام من الكلام ومن المشاعر، تحترم مشاعرها وتحترمي مشاعره. لو بتحترم مراتك ما تجرحهاش. لو بتحترمي جوزك تقولي له كلام طيب يبنيه ويرفعه. ولما نحترم بعض ونشعر ان كل واحد من الطرفين هو حضور الله داخل البيت، الاحترام ده يعمل ايه؟ يخلي مركبة الزواج تمشي. عشان كده النهاردة احنا مش بنتكلم على مستوى المشاعر، لا، المشاعر دي خلصت من زمان. كنا زمان في الخطوبة وفي اول الجواز نقعد نتكلم عن الحب والهجر والسهد ونعد النجوم ونقعد طول الليل ننادي على بعض في الكلام، ماشي، ده المشاعر. وتقف المشاعر بعد ما المشاعر تاخد حجمها وتخلص، اصل ما ينفعش طول الوقت المشاعر تبقى ملتهبة. احيانا اتنين متجوزين يجوا يقولوا لي هو المشاعر الملتهبة دي كانت في فترة خطوبة ليه هديت؟ لان المشاعر بيحل مكانها شيء جميل قوي اسمه ايه؟ الاحترام. لدرجة انه في علم الزواج في فكرة غريبة جدا، خليني اقولها لكم. علماء الزواج يقولوا ايه؟ الماريج كونسلرز يقولوا ايه؟ يقولوا ان الناس كلها بتظن ان الحب يسبق الزواج، يعني الناس بتحب ثم تتزوج. هو يقول ان الحب الحقيقي يبدأ بعد الزواج. عندما نتزوج فاحنا خدنا قرار مسؤولية، وبناء على قرار المسؤولية قررنا مع بعض ان نتعايش سوا من اجل مسيرة الزواج. يعني يقول الحب المظبوط مش حب المشاعر، ده حب الالتزام والمسؤولية والاحترام. فالحب الحقيقي معناه ايه؟ ان انا شفت في الطرف الاخر ده صورة غالية جدا عليا بحافظ عليها. عشان كده يقول كده الكتاب، امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، وبنوك مثل غروس الزيتون محيطين ايه؟ بمائدتك. عارف يعني ايه كرمة؟ يعني ايه امرأتك تصير كرمة؟ اصل الكرمة يا جماعة زمان دي العنب، وانتوا عارفين زمان ان العنب بيسموا العنب ده تكعيبة العنب، صح؟ العنب ده مش شجرة، انما عبارة عن ايه؟ نبات متسلق على شجرة. لو جيت حطيت الخشب الصلبة دي النبات يطلع ايه؟ يتسند على الشجرة. لو ما الخشب ده مش موجود العنب ما يكبرش. فالكتاب يقول للراجل ايه؟ امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك. يعني ايه؟ يعني خلي مراتك تتسند عليك، اديها الصلبة الخشبية، اديها الخشب اللي تتسند عليه، قومها، اسندها، ارفعها، اكرمها، حبها، عشان العنب يطرح والبيت يملى فرح. انت سند مراتك، وانت سند جوزك. يقول معينا ايه؟ نظيره. لحسن واحد يفتكر ان الست بتعين الراجل والراجل لا يعين الست. في سفر التكوين اصحاح 2 يقول اصنع له معينا نظيره. مين بيساعد مين؟ الست ساعد الراجل. وفي سفر المزامير مزمور 139 امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة، يعني الراجل بيساعد الست، احنا الاثنين بنسند بعض. عشان كده الدرس الثالث هو درس الاحترام. يلا بينا نحترم بعض، يلا بينا نقدر بعض، يلا بينا نقول كلام طيب بعضنا البعض، يلا بينا نقدر مشاعر بعض. وصدقوني عندما نقدر مشاعر بعض ونحترم بعض يزدهر الحب وتستقر المشاعر. واكتر حاجة بتفرق معانا في الجواز عدم الاحترام. واه من الجروح الصغيرة اللي بتجمع عشرات ومئات من المواقف طول اليوم بنعملها في بعض، كلها ايه؟ جروح 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 صغيرة تجمع، وفي الاخر تحصل صدة نفس. عشان كده يقول لك ايه لما يجي يتكلم الكتاب على المسيح، يقول في سفر اللاويين اصحاح 2 تعبير جميل قوي، يتكلم عن المسيح ويشبهه بالفطير،
وانتوا عارفين الفطير في سفر اللاويين اشاره للمسيح ليه؟ لان الفطير لما بنسويه بنحطه فين؟ في الفرن. الفرن في سفر التكوين يسموه التنور، عشان لو واحد منكم يرجع يقرا سفر التكوين اتنين اسمه التنور. ولما بنحط الفطيره جوه الفرن مش بنقفل باب الفرن؟ اه، النار اللي بتسوي الفطيره دي مين اللي حاسس بيها؟ بس الفطيره اللي جوه مزنوقه مش حد غيرها. فيقول كده ان المسيح لما دخل فرن الالم هو بس اللي حس بالالم، اسمها الالام العميقه. وعشان كده المسيح تالم مثلنا في ادق تفاصيل الالم عشان يحس بينا. كل راجل وكل ست مرات بيتحط جوه التنور ده. يعني ايه؟ الام ما بيعرفش يقولها. اضرب لكم مثال من انواع الالام اللي المسيح مر بيها، اضرب لكم امثله. يعني الالام احنا كلنا عارفين المسيح تالم، اتصلب على الصليب واتهان واتحط عليه اكليل الشوك واتدقت المسامير في ايديه، لكن هناك عشرات من الالام مر بيها المسيح زيه زينا. اضرب لكم مثل صغير اسمه الام التنور، حاجات صغيره بس فرقت معاه. مثال، فاكرين المسيح في انجيل لوقا اصحاح 2 لما راح الهيكل، فالست العذراء قعدت تدور عليه، وبعدين في الاخر لقيته في الهيكل قاعد يسمع ويسال، فقالته يعني انت كنت فين الثلاث ايام دول؟ ابوك وانا كنا معذبين لمده ثلاث ايام بندور عليك. فالمسيح بص لها وقال لها لماذا كنتما تطلبان؟ الم تعلم انه ينبغي ان اكون ايه؟ في ملعبي. ايه رايكم ان المسيح اتوجع في الحته دي؟ ليه؟ اصل العذراء بتقول له ايه؟ ابوك وانا. تقصد على ابوك تقصد بيها مين؟ طب وهو يوسف يبقى ابوه؟ مش ابوه. فصعبت عليه قوي. فقال لها ايه؟ لماذا كنتما تطلبانني؟ الم تعلم انه ينبغي ان اكون فيما ايه؟ لابي. يقصد مين ابي بقى؟ ابي ايه؟ بس هو عمره 12 سنة اتوجع من جوه كده. حتى العذراء مش فهماني، حتى امي مش فهماني، اتوجع بس ما قالهاش لحد، شالها جوه التنور. وبعدين يقول لك ثم نزل الى الناصرة وكان خاضعا لهم. حتة وجع كده جواه خباها وما قالهاش لحد. احيانا بيحصل بين المتجوزين حاجة كده، كل راجل وكل ست جواه حتة وجع. مراتي قالت لي كذا، جوزي قال لي كذا، ما احترمنيش كفايه، وما بيقولوش لبعض، وما بيصرحوش بعض، وما بيسمحوش بعض. فالاحترام يوم في يوم في يوم بيروح. وبعدين تبص لاقي ايه؟ حيطه ورا حيطه ورا حيطه تتبني، راح الاحترام، وكل واحد شال للتاني وخبى جوه الفرن بتاعه الامه. تيجي بعد سنين تلاقي الاتنين مش طايقين بعض، اصل الاحترام وقع من زمان. يلا بينا النهارده نراجع بعض، يلا بينا نخف على بعض، يلا بينا نقول لكل واحد افتحي لي قلبك، قولي لي الوجع اللي جواكي، فضفضي لي، فضفض لها واسمعيه، سيبيه يتكلم. ولو اتجرح منك قولي له، قولي له انا اسف. ولو اتجرحت منها، ولو اتجرحتي منه قول لها انا اسف جرحتك. خليها تطلع الوجع، اصل الوجع لو ما طلعش من الفرن هيعيش جوه، يحرقها ويحرقك بعدين. حضور الله البركه الاولى او السر الاول من العيله. نمره 2 مسابقة الخضوع والتواضع. نمرة 3 مسابقة الحب والاحترام. ربنا يبارك حياتكم، لكم خير وبركة، لإلهنا كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين. حد بيقول أنا زوجة على طول بخضع ورأيه بيمشي، بس بيجي وقت أرهق وأشعر أني بلا شخصية، ماذا أفعل؟ أرجو ما تكونوش فهمتوا من كلامي ان الدعوة ان الراجل يأمر والمرأة تخضع. ده مش معنى الخضوع. الخضوع ليس معناه ان الرجل يتكلم والمرأة تسمع. الخضوع ليس معناه ان الرجل يأمر والمرأة تطيع. وإلا كان الكتاب قال أيتها النساء أطيعوا رجالكم. الخضوع هو عمل إيجابي ويحدث متى؟ عند الاختلاف. يعني ايه الاصل في الامور؟ ان الرجل ومراته يبقى في بينهم شركه وتفاهم. وامتع ما في الحياه الزوجيه ان احنا نفكر مع بعض رايي وراي مراتي، ونتفاهم وناخد وندي، والجميل ان احنا نوصل لراي مشترك بيننا احنا الاثنين. فاذا تعذر التفاهم يبقى لازم راي واحد يمشي.
عشان المركب تمشي. انما الجميل في الموضوع ان الراجل يبتدي يعمل ايه؟ شجع مراته تتكلم والست تقول رايها والاثنين يقولوا بعض، واحنا بندور احنا الاثنين عن الحق. انه الهدف ان ربنا يتكلم ويقود البيت، ادي المعنى بتاع الخضوع. فعشان كده اوعوا تفهمونا يا رجاله، ودي مش رجوله، مش رجوله انك تقهر زوجتك وتخليها تسمع الكلام غصب عنك، كده انت بتلغيها، ولما بتلغيها ما بتاخدش بركتها. احيانا اختلف في الراي مع زوجتي في موضوع ماذا يكون الحل. هو طبعا المشكله ايه بقى يا جماعه اللي بتواجهنا؟ ان الخضوع احنا عاملينه عند الاختلاف، المشكله ان احنا مختلفين على طول. فاهمين حاجه؟ فاهمين قصدي؟ يعني احنا ربنا اصلا عاملين القصه عباره عن ايه؟ عباره عن ان احنا الاثنين نختلف نادرا ونتفق دائما، ادي الاصل. فربنا عمل الخضوع عشان ايه؟ صمام امان للمركب عشان المركب تمشي. لكن لو احنا في خلاف على طول يبقى في مشكله اصلا، المشكله دي لازم ايه؟ تتواجه. احنا ليه مختلفين كده؟ وزي ما انا قلت في اول كلامي ان الاختلاف المستمر معناه ايه؟ معناه ان احنا في شيء غلط، وان كل واحد بيصارع علشان يثبت ان رايه صح، وهو ده الغلط. فبيقول اختلف مع زوجتي في موضوع ماذا يكون الحل. دعينا الى حضور حفل زواج الاسره، كنا في زعل معاهم في وقت ما، يكون راي زوجتي عدم الحضور ويكون راي انا اننا نحضر ونفرح لهم، ولازم ننسى الزعل القديم. اما زوجتي فلا تنسى. يا نساء العالم عليكم ان تنسوا عشان البيت يمشي. لو قعدنا نشيل في زعل جوانا الدنيا ما تمشيش. يا جماعة اصفوا بسرعة لان الزعل تكلفته غالية. بنقعد نزعل ونشيل ونتكلم ونعاتب، اقول لكم حاجة، بنخسر كتير قوي. وعشان كده المسيح لما كان بيقول للناس احبوا اعداءكم، كان بيقول لهم احبوا اعداءكم من باب الذكاء قبل ان يكون من باب طاعة الوصية. يعني الذكي هو اللي يحب والغبي هو اللي يكره، لان الكره يجيب عداوه ويجيب مشاكل ويجيب متاعب ويعمل تراكم. فمن باب الذكاء انك تطيع الله في الحب، لان الحب يخلق وئام والمركب تمشي. واحد بيقول لي اولا بشكرك على العظه ويا ريت نتعظ وننفذ، ثانيا انا عندي مشكله، زوجي كل يوم بيروح البلياردو وكأنه عنده دوام رسمي. الدوام ايه؟ نبطشية يعني؟ شغل؟ شفت؟ يعني بتقول انه كل يوم بيروح للبلياردو. يا مدام لو جوزك بيروح للبلياردو خليله البيت احلى من البلياردو. انا خايف يكون بيروح البلياردو لانه طفشان من البيت. اعملي له انت بلياردو حضرتك في البيت. يعني ايه؟ يعني خلي جو البيت جميل بحيث هو يتمنى يقعد معاكي، يبقى قاعد جنبك باستمرار. لكن الراجل لو ما لقاش حاجه جميله جوه البيت هيبعد. فخليكي انت صديقته وزوجته وحبيبته وقربي منه وحببيه في البيت. مره واحده بتقول لي انا عاوزه جوزي يقعد جنبي طول النهار، قلت لها ما عشان يقعد جنبك لازم جنبك يبقى حلو. يعني لازم الحته اللي جنبك تبقى حلوه، مش كده ولا ايه؟ تقول لي كل يوم. انا اقول لك حل تاني. واحد، انا عندي حد من في الماريج كونسلنج، يعني زوجها بيحب الرياضه جدا، فكل يوم هم ساكنين قريب من نادي معين، فكل شويه والتانيه في وقت فراغه كله يقضيه في النادي. فتتخانق معاه كل يوم الصبح تقول له اقعد معايا، هو اللي انا بحب الرياضه، اقعد معايا انا بحب الرياضه. عارفين قلت لها ايه؟ قلت لها حاجه من اتنين، يا تخلي جنبك حلو فيقعد جنبك، يا اما تعملي ايه؟ انزلي العبي معاه، اقعدي شجعيه، كلميه كلام حلو، له برافو المكان ده جميل، قام يحبك. اذا مش قادره تقعدي جنب، روح، انا مش هقول لك روحي معاه بلياردو يعني، بس يعني يعملوا حاجه مشتركه انتوا الاثنين فيحبوا بعض. هل الحياه الزوجيه دائما تبنى على الحب والمسامحه وعدم الشجار بين الزوجين، ام ان هذه الحياه من الممكن ان تشعرنا بالملل من كثره الحب وكثره الاتفاق بيننا؟ لا، روحوا موتوا بعض احسن. اذا مش عاوزين ملل يعني، يلا نعمل نموت بعض ونروح المحكمه وتبقى حياه لطيفه. يعني ايه الحياه يعني؟ نقول لهم اتفاق، تقول لي هزهق من الاتفاق، طب اعمل ايه يعني؟ وبعدين نقوله خناق، يشتكوا من الخناق، مش حاجه تزهق. زهقت انا كده من الاسئله دي.
هل عندما تسيء بالأحوال وأذهب إلى طبيب نفساني هذا يدل على أني مجنون أو مريض عقليا؟ لا، سلامة عقلك، تعالى ولا فيك أي حاجة. لا طبعا، دلوقتي الطبيب وظيفته ان هو يسمع الناس. دلوقتي اللي بيجوا لنا العاقلين مش المجانين، المجانين ما بيجوش اساسا، لان المجنين المجنون شايف ان كل الناس مجانين وهو اللي عاقل فما بيجيش. لكن ده العاقل اللي بيجي، اللي بيروح للدكتور هو العاقل. ده انا اقول لكم حاجه ظريفه، في امريكا دلوقتي في دكاتره متخصصين في الاستماع بس، ولو حد فيكم فاضي وناوي يسافر، لو في دكاتره بيسمعوني، شغلانه تكسب ذهب، دكتور اسمه دكتور استماع، كل اللي يعمله انه يقعد يسمع للناس، حاجه ببلاش كده. تعمل ايه؟ وابتدينا ندخلها في مصر وشغلانه لذيذه قوي. الدكتور ياخد دكتوراه ويفتح، هو مش بيبقى دكتور كمان، بيبقى سايكولوجيست يعني. ويفتح مكتب بره، ممكن الناس تفتح مكاتب للمشيرين يعني او المتخصصين في المشوره. ويفتح مكتب، تيجي له واحده ست او واحد راجل بعد الظهر يخش يحجز ميعاد. الساعه بكام؟ تقول له مثلا الساعه ب $100، هناك الساعه ب $100، يعني ساعه الكونسلنج ب $100، يعني ما يوازي تقريبا 600 جنيه مصري الساعه. فطبعا ما حدش بيكشف ساعه، يقول له اديني نص، اديني ربع، اديني تمن، هو وظروفه يعني. فيقول له اديني تمن وتوصى، فاهم قصدي ازاي؟ تمن مشكل يعني. المهم يخش على الدكتور، اديني تمن. الدكتور يقعد فنجان قهوه وحكايه وميه ساقعه وبتاع، تقيل عين ايه، يحكي. والدكتور بيعمل ايه بس؟ وكل ما يسمع يعمل ايه؟ استجابه، يقول له بس نخلص الربع ساعه. الدكتور ده واخد دكتوراه في بس، كل ما بس اللي بيعملوه كده، لا تعالى لنا وزي الفل وتبقى كويس، مفيش حاجه، واحنا نقعد نقول لك خلاص. ابي جربي في البيت لما جوزك يتكلم تقولي له هو مش هيجي لنا خالص يعني. ما رأيك في الزوجة التي تأخذ فلوس من وراء جوزها على العلم أن زوجها لم يشاء أن يتركها تشتري لأهلها هدايا أو أن تكرمهم؟ يعني الراجل بيمنع مراته تشتري هدايا أو تكرم أهلها، فهي بتأخذ فلوس من وراء الراجل. احنا طبعا ما بنشجعش أنه أي شيء يحصل في السر، لازم يبقى فيه اتفاق بين الراجل وبين الست، وإذا ما فيش اتفاق دخلوا حد في النص يصنع بينكم نوع من أنواع الوئام. إنما الحكاية من ورا حد دي ما هيش حاجة مقبولة. ويا ريت يا رجالة ما تخليش مراتك تعمل حاجة من وراك، يعني مش الرجولة إنك تمنع عن أهل مراتك الخير، دي مش رجولة. الرجولة ان تفكر فيها زي ما تفكر في نفسك، لان دي حتة منك. انك تكرم اهلها ده معناه انك بتكرم اهلك انت. عشان كده الجماعة الامريكان يسموا الحما سويت ماذر، الام الحلوة، او سويت فاذر. ده طبعا تعبير ظريف عن حب الرجل لحماته يعني. ولما تكرم ام مراتك، مراتك ترتاح. الولاد بكرة هنتكلم عليهم. في وقت غضبي أنا وزوجي لا أستطيع أن أهدأ عن مناقشتي، وبل بالعكس يزداد نقاشنا حدة وضيء، وإذا امتنعت وسكت للأسف أشعر بشجن، أفكار صعبة، ماذا أفعل في سكوتي؟ عبري عن مشاعرك من غير غلط، يعني لما تبقي زعلانة عبروا لمشاعركم من غير غلط. جوزي بيتأخر كتير في عمله، حيث أنه يعود في الساعة 12 بالليل، وطول هذا الوقت أكون أنا بمفردي فيصيبني الملل، وحينما يعود أشعر بالتوتر وأتشاجر معه كثيرا. كيف أتقبل غيابه عني وإهماله لي؟ الرجالة سمعوا السؤال مش الستات. يعني هي بتقول أنه بيتأخر لغاية بالليل، أنا أعمل إيه؟ يا رجالة ما تحطش مراتك في حتة التجربة، ما تتأخرش عليها لدرجة اللي فيها تزهق فيها. إذا كان شغلك بيتطلب إنك تتأخر، يبقى ساعة لما ترجع تديها وقت يملأ مشاعر ووعاء زوجتك. وإذا من النوع اللي وقتك بيستمر كتير، شوف حاجة مراتك تنشغل بيها، علشان البني آدم لما بيقعد ما بيعملش حاجة، ده واحد من أهم أسباب الأمراض النفسية. البني آدم ما يصحش يقعد ما يعملش حاجة، فكده مش صح لا ليك ولا لمراتك.
اتفقوا على حاجة تعملوها للراحة. حد بيقول لي حدثت معايا معجزة وظهرت لي العذراء مريم ومش عارف احكي هذه المعجزة للناس ام لا، وهل يمكن ان اسجلها في شريط او تكتب في كتاب؟ احكي القصة الاول لابونا ونشوف معاك ايه القصة، وابونا يقول لك بنعمة ربنا تمشي ازاي الامور، لكن ما تحكيهاش قبل ما نشوف وسيلة، علشان المعجزة لما تتحكي لازم تتحكي بطريقة تمجد ربنا مش تمجد الشخص اللي حصلت معاه المعجزة، لإلا تبقى حاجة مش كويسة. الأولاد برضو قلنا بكرة هنجاوبها إن شاء الله، كل مشاكل الأولاد معاكم بكرة. كيف تساعد شخص لديه جذور رفض في حياته؟ المرفوض من الناس بنعالجه بحاجتين، نمرة واحد نعلمه يدي فيشبع عكس ما احنا فاهمين، يعني دايما الكتاب يقول ايه المروي هو ايضا ايه يروى، يعني نكتشف ان لما نحب الناس حب الناس بينعكس علينا. فالمرفوض لو قعدت طول الوقت للناس حبوني 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 محدش يحبه، لكن لما هو يتحرك ويحب الناس لما يجد في الناس قبول لحبه يبتدي هو على الطرف الاخر يشبع. في اسئلة طبعا. في هذه الايام الصعبة تعيشها مصر من بطالة وكثافة سكان ساد الاحباط والخوف، والثمن اللي بندفعه هو الغربة. بصوا يا جماعة، مسيحكم هنا هو مسيحكم في مصر، الله هنا هو الله هناك، الله يتمجد هنا وهنا، والمسيح معنا هناك. وخلي بالكم من حاجة مهمة، انه إلهنا هو أمس واليوم وإلى الأبد. وعاوز أطمنكم إن المسيح بيحوطنا هناك، والقديسين بيعملوا معانا معجزات طول النهار، وربنا بيتمجد بطرق صدقوني بنعرفها بعدين. يعني صدقوني في معجزات لو حكيتها لكم ما تصدقوش، ياما تعرضت أماكن في مصر لمخاطر ومن غير ما ندرى. ومن غير ما ندرى نلاقي ربنا يحبط المشاكل، واصحاب الحلول يقولوا لنا في الاخر. يعني في قصه حصلت، حد من بس طبعا تفاصيل اعفوني من ذكرها، ان حد كان راح يأذي كنيسه وكان مجهزين الامور وكل حاجه كانت هتحصل، والعبوه الناسفه انفجرت فيه هو شخصيا، واكتشفنا بعدين القصه ما كناش عارفين، حد معين ماشي في مكان قرب الكنيسه وانفجرت فيه العبوه الناسفه ومحدش دريان ايه اللي بيحصل، اللي قال انبوبه بوتاجاز، واللي قال مش عارف ايه، واللي قال حادثه عربيه، واللي قال واللي قال. وبعد كده الاخبار قعدت توصل لغايه لما جبنا الخيوط وعرفنا ان هو كان رايح مال، والقديسين شغالين وعمالين يشتغلوا في السر وبيحوطونا واحنا مش دريانين. انتوا بتناموا ربنا ما بينامش، فكنيسه مصر بخير. الدعوة والوعد الإلهي بتاع من مبارك شعبي مصر سيظل إلى الأبد، فما تخافوش علينا، احنا في ايدين أمينة. وعمر ما هيحصل في يوم من الأيام، الكتاب يقول كده، كل آلة صورت ضدك لا ولن تنجح، مش هتنجح. أشكركم يا جماعة على حسن استماعكم، وفي أسئلة طبعا خاصة هأجلها عشان مش هينفع. ربنا يبارك حياتكم وكل نهضة وانتم